هو الحمد لله على النتيجة. حالة اللعيبة ناقصة لياقة بتاعت مباريات رسمية. القرار والتحركات في الملعب كويسة، بس فيها شيء من التحفظ، فيها شيء من عدم المجازفة، فيها شيء إمكانياتي كلها مش موجودة على أرض الواقع. لسه يعني برضو بقالنا لسه كتير قوي، بقالنا كتير. كل التوفيق في التغييرات زي ما انتوا قلتوا للمدرب في التغييرين اللي عملهم، واحد جاب بينالتي والتاني جاب جول. حاسس بارهاق لعيبه، حتى الحارس بتاعنا عنده شد في اخر دقيقه، ووليد سليمان عمل مجهود كبير قوي اول هاف تايم حقيقه، منفرد يعني مع جاي بعيد شويه بلياقته، بيحاول يحتفظ بالكره كتير من الشوط الاولاني، وما كملتوش الرؤيه والطريقه. لو انه عمل كورتين لأزاره منها الهدف الاولاني بالزبط. بشكل عبقري يعني الحقيقه، بالزبط. هو لعيب كويس قوي، انما دايما خلاص دخلنا جوه المباراه الرسميه والحمد لله زي ما تقول بقينا المركز الثاني. والسؤال هنا طبعا ان نستطيع ان نعدي الفرقه دي هناك في ارضها ولا لا. اعتقد انها فريق على قده قوي، احنا باللياقه المرتفعه بتاعتنا وبالتحكم فيه وخلاص قريناه كله وعارفين ايه الشكل، هو ممكن يزيد سنه على ارضه في ملعبه، انما احنا باذن الله هنكسب المباراه اللي جايه. وبنقصي بقى كل الشكليات والشكل، حتى في مباراه تونس اللي هنروح هنلعبها قدام الترجي باي شكل من الاشكال هنكسب كامبانا باذن الله ونكسب الفرقه دي. وانا بطمن جمهور النادي الاهلي وبنطمن نفسنا انه اداء مش متوسط، اداء جيد، بس اللياقه البدنيه ان شاء الله هتكمل الصوره اللي احنا بنتمناها.